الجراج متعدد الطوابق في المكان، هو والمسجد في المكان المواجه للمحطة. الجراج 1100 سيارة، طبعا هيبقى فيه مترددين كتير جدا، حوالي 250 ألف راكب يوميا هيترددوا على المحطة، فكان لازم بالإضافة للجراج اللي موجود في بدروم المحطة اللي بيسع 250 سيارة، كان لازم نعمل جراج متعدد الطوابق آخر يسع 1100 سيارة عشان ما يبقاش فيه أي زحام موجود في المنطقة المحيطة بالمحطة. الجراج طبعا ليه بدروم، ثم مسجد 500 مصلي، ثم منطقة للحافلات أو محطة للحافلات بتسع حتى 50 أتوبيس وميني باص سواء للأقاليم أو لكل أنحاء القاهرة الكبرى. في منطقة استثمارية فندم على 10 أفدنة في اتجاه المهندسين على شارع السودان، مساحتها 10 فدان، فيها 20 برج جاري إنشاؤهم دلوقتي، سكن إداري تجاري طبي.